ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو بتاعنا جديد لقص بنطلون ترنج لسن 10 سنين، بدون بقى لا ورق ولا رسومات ولا اي حاجة، على القماش على طول. بس قبل ما نبتدي انا في كلمة عايزة اقولها. انا جاتلي في التعليقات كلام جميل واداني طاقة ايجابية من ناس بصراحة شاب بتشجعني، ومن مصريين وغير المصريين. فانا بس احب اشكرهم واقول لهم انا تحت امركم في اي، يعني بسبب كلامكم الجميل ده وتشجيعكم ليا. لو لكم اي حاجه، ان طلبات او حاجه معينه ان انا اقدمها، انا تحت امركم. وربنا يبارك فيكم وكل سنه وانتم طيبين كلهم بالبلاد العربيه. انا مش عايزه اقول اسامي بلاد معينه عشان ما اظلمش بقيه البلاد التانيه وحد يزعل مني. فخلينا كده هو نبقى خفاف على بعض، وان شاء الله يديم المعروف والمحبه ما بيننا ان شاء الله. دلوقتي بقى نبتدي اقول لكم على البنطلون اللي احنا هنقصه. تمام كده. دلوقتي ده البنطلون اللي هنعمل عليه، اللي هنقص عليه. تمام كده. فزي ما انتم شايفين البنطلون مفروض، في ناس بتعمل طريقه بتطبقه على بعض كده وتحطه على القماش وتعمل وتخطط عليه وتقص. لا، في طريقه اسهل تاني. عشان اولا ده البنطلون دون يعني كجاهز مش عاملين ليه حاجات، اللي هو العلو اللي بيبقى في ما بين الخلف والامام، العلو اللي من ورا. تمام. زائد ان ده منطلون، على فكره ده منطلون ابني، ده سنه 10 سنين، ف يعني مظبوط قوي عليه. فطبعا انا هزود عليه مقاسات تانيه، يعني مثلا ده القمر دون خارجي، ده منفصل عن الجسم على بقيه البنطلون. لا، انا هعمله بيه كله وهزود على الطول ده اللي هو القمر تاني. زائد ان مثلا برضو الاساور هنا انا هعمله لحد الاساور، بعد كده هزود له عليه الاساور. فالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي، اولا البنطلون اهو عايزين هندخل رجل في رجل. ازاي؟ ادي الرجل ماسكاها اهي، وهطلعها، بدل ما اطلعها هدخلها في الرجل التانيه كده. المنظر ده اهي كده، ده كده كده، يبقى فرده واحده اهي وباينه الامام من الخلف، وادي الحجره اهو. تمام كده، بالمنظر ده كده. احنا بقى عايزين نعمل الامام، هو ده الامام لو احنا هنبتدي بيه. تمام. هروح عاملين كده، خلي هو اللي تحت على القماش. القماش على فكره مفروض اهي، دي كانت حته قماش عندي يعني مش معموله بالمتر قد ايه. فانا بقسمها طبقتين، بقسمها طبقتين. هي طبعا عشان هي كبيره، فانا سايبه المسافه اللي هناك واخده على قد اللي انا هعمل عليه بس البنطلون. تمام. ده طبعا البنطلون ده مفتوح ليه خياطه من الجنب ومن ناحيه الرجل من جوه. تمام. مش زي الرجل البيجامه او بنطلون البيجامه اللي هو بقى مقفول من هنا. فطبعا لازم اول ما احطه على الحرف هنا لازم يبقى في مسافه الخياطه. تمام كده. تمام. وهنا بردك يبقى في بردك مسافه الخياطه، زي ما قلنا احنا هعمل طول الحجر للقمر على طول عشان يبقى طويل شويه. تمام. احنا ده هو الامام، فزي ما هو معمول كده ونفس، وبردك نشد القماش ان احنا نظبطه، لان اهم من الشغل ظبط الشغل. نبتدي نعلم ده كده اهي من عند الحجر، وده كده طبعا ده عشان في اسك فملموم، فملموم. لا، احنا بناخد الدوران ده ونخليه على طول كده دغر لفوق، ما نجيبوش على نفس البنطلون ده عشان ده ملموم الاسك لمه. تمام. انا دلوقتي هخطط لكم، فيا ربي بس يكون اللون بتاع الماركه باين كده اهو. الرجل برضو
كده انا ما سبتش مسافات لسه عشان الخياطه بالمنظر ده. ادي الحجره اهو، ناخده كده الطبقه ده الظهر احنا سايبينه اهو بالمنظر ده كده اهي. شوفوا المسافه دي انا سايباها دورة على طول فوق، وهنا برضك ده ملموم بالمنظر ده كده اهي. فانا برضك هاخدها نسيبها مسافه الخياطه صابع هاخده على طول، يبقى المسافه دي هي اللي ايه اللي هيمسكها الاستك وهتضمها على الوسط. تمام كده، هنا ده اخره كده ماشي. وهنا ادي برضك اخر ده النص ده اهو بالظبط كده، ونعمله هنا. تمام كده، هنا احنا قلنا هنزود هنخلي الاسوره دي برضو طول الكم كامل، يبقى كده. طبعا زي ما انتم شايفين البنطلون دلوقتي اللي طالعه الجاهزه بيبقى الرجل من تحت ضيقه، ده انت في ايديكي ان انت مثلا عايزه تاخدي من هنا وتوسعي يبقى كده، طالما فيها ايه على نفس. يبقى احنا وسعنا من هنا 70. انا مش عارفه دلوقتي البركه كده باينه ليكوا ولا مش باينه، فدلوقتي احنا ممكن نخطط بقلم في الماستر غامق بالظبط كده. ادي التوسيع، ادي الطول اهو بالمنظر ده كده، يا رب يكون باين. المسافه دي اهي الاساسيه بتاعت البنطلون، احنا هنوسع عشان كده كده في ايه في هنا الاسوره الكود بتاعها هيضم، وفي ايدينا اللي احنا عايزين نضيق. تمام كده، ده بالنسبه للناس اللي هي مبتدئه القص ما بيتعالجش، لو الحاجه اتقصت ضيقه ما بيتعالجش، فاحنا بنسيب زياده على اساس ان يبقى في ايدينا. وناخد خط كده اهي، الخط كده على ما فيش اهي بالظبط كده. القماشه دي عشان هي جامده فما بتشدش، القماشه دي نصيفي وايه وبتشد الاكره شويه. خلاص كده اهو بنعيد عليها تاني عشان لو مش باينه، وادي النقطه دي اهي والنقطه دي من هنا، ونوصلها للاخر بقى مع فاصل ايه الصابع من هنا الخياطه. تمام كده، احنا هنا هنقص واحنا سايبين هنا مسافه الخياطه عشان دي كده كده هتتشق بالمنظر ده كده. خلاص كده احنا لو شلنا ده كده بقى بالظبط هيبقى كده بانت معالم البنطلون الامام ده امام. خلاص تمام، هننقل بقى للخلف. خلاص احنا خلصنا الامام اهو نفس الوضع ده زي ما هو كده، عشان وخليكم فاكرين احنا حاطين اللي احنا هنخطط عليه الامام اهو هو اللي كان على القماش. احنا هنا بقى هنعمل الخلف، هنقلب بالمنظر ده كده. دي الحركه دي على فكره هي ايه راس في رجل، دي بتوفر على فكره برضك في القماش اهو. الخلف اللي هنعمله هو اللي على الايه اللي على القماش، قلبناها اهي بالمنظر ده كده. طبعا المسافه من هنا للقماشه انا طبعا عامله حساب على فكره يا جماعه، البنطلون دون يعني بيتحسب لو عايزه انت هتجيبي قماش بتشوفي انت طول البنطلون اللي انت عايزاه قد ايه وبتجيبي على قده القماش. يعني لو طوله مثلا 80 سنتي قولي هتجيبي متر، بس ان انت لو طلعتي منه كمر او حاجه زي كده او اللي هو الجيوب. تمام، يعني هو لا ده لو 80 سنتي طبعا بدل ما تجيبي متر لا هاتي المتر على بعضه، لو هو مثلا 50 سنتي هتجيبي متر الا ربع، يبقى معاكي برضك ايه مساحه للعب في ان انت تزودي مقاس او حاجه زي كده. خلاص كده احنا حطيناه على وضع الخلف بالمنظر كده، نفس اللي عملناه في الامام. طبعا ده يا جماعه عشان هنعمله برضك في الخلف نفس اللي عملناه في الامام، بس بالنسبه لده ترنج بيتي وفي نفس الوقت شغل جاهز. اي نعم في مش كله بس في شغل جاهز، بيبقى الرجل من هنا الاثنين قد بعض، الخلف والامام في الرجل ده هنا قد بعض، مع ان المفروض في الاساس البنطلون بيختلف. وانا برضو هعمل لكم فيديو
في للبنطلون بالبطرون وعلى الورق، ان الخلف بيفرق عن الامام في الجناب هنا في مسافة تقريبا 2 سم من كل جانب، وبرده في العلو من فوق لحد تحت كده. بس طبعا ده شغل ترنجات واطفال والكلام ده، فهم وكمان على اساس ان هي الموضه اللي طالعه دلوقتي اللي هو الضيق من تحت، والاسوره هي اللي بتعالج ده كله. فاحنا هنا هنخطط نفس الوضع كده، مش بالقلم بقى عشان مش هنعيد تاني. ادي بنخطط اهو. احنا هنا زودنا كام سنتي في عن المكان، المقاس الاساسي بتاع البنطلون 3 سنتي. تمام، احنا هنا اهو بنخطط الاساسي اهو. احنا قلنا نفس الاسوره هناخدها كده، هنزود من هنا 3 سنتي. انا قستها لقيتها ان انا زودتها 3. تمام، هننزل من هنا كده 3 سنتي. تمام كده. هنا الخط الجنب ده دغري، ده دغري. خلاص، ده احنا قلنا من هنا ده هنعمله برضو بدغري على طول اهي، دغري على طول. احنا ما عملناش بالمسطره في الامام، لان الامام احنا كنا عاملينه على الحرف هنا، فهي ظابطه نفسها المسافه. تمام. هنا بقى الحجر ده لازم نشده ونظبطه كده عشان ما يعملش معانا. اهم حاجه دي كده، دي ناخدها من دي كده اهو لفوق على طول. احنا اخرها اهو دي اهي، يبقى ناخدها كده. طبعا عشان في علو في الخلف احنا بقى نعمله، احنا طالما احنا هنعمله هنفصله، في علو في الخلف من ورا في الحجر بتعلى عن الامام في حدود ايه مسافة كده، ونوصلها بخط الجنب بالمنظر ده. دي ليه بقى لازمتها ايه؟ وبرضك في البنطلون الاساسي للبنطلون بيبقى فيه هنا زيادة في الخلف، دي بتعمل راحة للأعياد لما تيجي تقعدي او لما بتيجي توطي او الولد يوطي، ما يبانش من الظهر حاجة. فعشان كده بتبقى المسافة دي اعلى، تقعدي او توطي ما يبانش منك ولا يشلح منك حاجة. فدي لكن ده بقى طبعا انا عشان عارفة في عيوب في بعض المناطيل، فعشان كده دي انا عملتها من ايه، من عندي بعيد عن البنطلون. تمام كده. دي كده خلاص احنا قفلنا تحت كده. كده البنطلون جاهز على القص. تمام كده، برضو هقص قدامكم وهسيب مسافات للخياطة. الاول هنقص هنا اهو، دي عشان بعيدة شوية اهو مسافات الخياطة دي. هقولنا القمر هيبقى تركيب، فاحنا هنقص زيادة من فوق القمر مسافة الخياطة بس. دي كده كده احنا هنفتحها بس. تمام كده. بصي بقى ايه، طبعا هنا في البنطلون الجاهز في المكان على هيئه يعني مكان السوسته، بس معموله عليها حسابها، بس معموله شكل يعني في البنطلون. فطبعا عشان الاستاذ ما يقولش مش زي الجاهز اللي هو ابني صاحب البنطلون، فانا برضو هعمله نفس الوضع فيها. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا مكان اكون معمول سوسته، مكان السوسته كده، وناخدها لفوق بالمنظر ده. دي احنا هتعملها خياطه بس هتديه شكل عشان تقوي المكان ده زي الجاهز، يتحط بقى في زرار، يتحط في شكل اي حاجه اهو. تمام
مسافة الخياطة عشان نفك ده من الحساب التاني. في سن العشر سنين ده السن المحير، فبتبقى لسه لازم تعملي حساب، بالذات لما يكون الشخص اللي هيلبسه ده يهمك، اي يعني انت عارفه نظامه ايه. فعشان كده انا سايبه المسافه للخياطه مش سنتي، لا اكتر شويه. تمام كده، كده خلصنا الامام. طب احنا كده خلاص رسمنا الخلف، فبرضك نشيله ونقص. مسافة الخياطة برضك حته العلو دي على فكره مهمه في اي منطلون، حتى لو منطلون بيجامه، دي هتعرفوا ازاي كلامي ده لما نيجي نعمل ان شاء الله فيديو للمنطلون بالبطلون على الورق ونرسمه. تمام كده، كده خلص. طبعا الزياده اللي هي اكبر في الخلف عند الحجر ده كده كده هتتساوي بالاوفر، ومع الخياطه هنمشي على الخياطه الاساسيه بتاعتنا. تمام كده، كده خلصنا المنطلون الاساسي بتاعه. طبعا عايزين نعمل الكمر منه من القماش، بما ان هو مطاط فهنعمل ان كده كده هيتعمل الكمر على قد الوس، والاسك هو اللي ايه هيمسك على المنطلون. عشان تعرفي بدل ما تقولها لما الولد يقيس، لا انت بتمسكي هنا الوسط اللي انت عاملاه هنا، بتقيس الوسط قد ايه، هنا هو 24، والتاني هنا 23. ده عشان لسه هياخد منه برضو الخياطة وكده، فقول 24. يعني هيعتبر الـ كل الـ في حدود 100، الوسط كله 100 او 95. فانت بتعملي حساب ان انت بتعملي شريط في عرض الشريط ده، العرض ده كده بالظبط هتعمليه على قد المنطلون وهتدخلي جواه الاسك. فهنعمل كده، على فكرة البطرون او اللي هو بتعملي بالورقه والقلم زي ما بيقولوا، ده بيوفر عليكي وقت ومجهود، وبرده في القماش بتوفري جامد. فهنشيل القماشه كده عشان نفردها. دلوقتي احنا هنعمل القمر المسافه دي على قد النص بتاع، احنا قلنا تقريبا 95 الدوران الويست بالنسبه للمنطلون ده. فاحنا هي المسافه هي اللي احنا خدناها، نتنيها كده عشان ناخد منها مسافة القمر. اهو هنا معمول 5 او 6 سنتي، اهو 5.5، يعني ايه بيخليها 5 عشان ما يبقاش عالي قوي، عشان نشوف الاستك اللي على مقاسه ده اهي.
على فكرة دي يعتبر برضك من ضمن الحاجات إعادة التدوير، لأن دي القماشة دي برضك أنا جايباها فضلات من جنبنا من السوق، فبرضك اللي بيعرف دي فايدة برضك اللي بيعرف يخيط، إن هو بيقدر يجيب الحتة فضلات أو مقصوص منها أو مش بالمتر، بيعرف إذا كانت هتيجي تتعمل إيه وما تعملش إيه. تمام، احنا بقى 5 سنتي، 5 سنتي اهو، نقلل تاني برضو عشان نوفر في القماش. شوف هنا المسافة دي، والله لسه كمان برضو، يلا توفير بتوفير اهو. 5، دي 5، ونسطر تمام كده، والخد هنا احنا هنقص مش على الخط ده، هنقص بعديه بسنتي، السنتي ده بتاع الخياطة. الخياطة بسيطة وجميلة، بس المهم اللي هي الصعبة، اللي هو حابب المجال ده او اللي هو عارف ان هو يعني حبه هيستجيب بسرعة. اهو ده كده، ده القمر. طبعا احنا ممكن نعمل، بما ان هو مطاط ممكن نعمل منه برضو كل الاساور تحت، بس طبعا الاولاد في السن ده بيبقوا عايزين بقى الحاجة اللي لازقة في ايديهم وفي رجليهم القمر، فهو اللي هجيب له كود لونه، وان شاء الله يعني هبقى برضك هكمله هنا كده، قصينا وخلصنا، لما همكنه وهيبان برضك هوريه لكم، هو ملبوس كمان على الولد وكده. دلوقتي بعد ما قصينا البنطلون الخلف والامام، دلوقتي احنا هنمكنه، ادي الامام اهو، هنمكنه اول ما هنخيط فيه عشان نشبكه في بعض، عشان نعرف نشتغل فيه ونعمل الجيوب، هنخيط الحجر ده الاول، ودي هنخيطها برضك وهنتنيها لجوه وهنخيطها اكنها في سوس تعييره كده زي ما البنطلون الجاهز بالظبط. هنبتدي بقى هنا نخيط. القطعة فاتح والمنطلون فاتح، فهو مش باين الخياطة قوي، بس زي ما كده مثبتينها كده. بقى نعمل ايه؟ الجيوب. الجيوب دي بطريقة ايه؟ دي 4 قطع، 4 قطع بجيبين، بنحدد هنا بفرد صغير للمكان اللي احنا هنحط فيه نخيط فيه ونلزقه في الامام، ونفس المسافات دي واخدينها برضو على البنطلون الامام من ناحيتين. هنجيب بقى ناحيه ده، نقلب كده
احنا بنقفل البنطلون الجيب من جوه عشان لما نيجي نركب فيه الخلف يبقى متقفل. كده اهو كده 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 هنعمل التاني كده الجيب خلاص. دلوقتي بقى هنتنقل للخلف، هنحط على الامام ونبتدي نخيط الجناب. دلوقتي احنا خلصنا خلاص الامام، بركبنا فيه الجيوب وخيطنا الحجر، وناقص ان احنا نشبك فيه ايه الخلف. الخلف برضو هنعمل فيه اول حاجه هنشبك الحجر الاول، بعد كده نشبكه في الامام. حط الجنب، هنقفل الجنبين الاول مع ظبط منطقة الجيب. الجنب التاني كده برضو هنعمله الخياطة نقفله. طريقة الجيب دي اهم حاجة فيها، ان انت عند ما تيجي تخيطي الامام والخلف لازم تظبطي المسافة بالظبط اللي احنا خيطنا عشان ما نقفلش على الجيب. كده خلصنا البنطلون، ناقص على تركيب الاستيك اللي هو في القمر. بالظبط كده هادي الجيب اهو بالمنظر ده كده، وهنا الجيب اهو. هنركب له بقى القمر الخارجي جواه استيك من فوق، وهنعمل من تحت. انا كان المفروض احط هنا كود، بس انا هتني استك عريض منه في القماش من جوه كده اهو، واعمله استك وبعد كده اوريه لكم بعد التركيب الاستك ونشوفه هو ملبوس ان شاء الله. ودلوقتي البنطلون بعد ما خلص وركبنا له الاستك في القمر الخارجي المنفصل عن البنطلون، وبرده الاستك في الديل من تحت في رجل البنطلون،
وبردك الجيب بتاعه اللي هو زي الشق بس متخيط بطريقه برده كويسه، وزي ما قلت لكم ده معمول مقاس واسع شويه عشان انا ابني زي ما بردك هتشوفوه دلوقتي في صوره وهو لابسه، ان انا عاملاه مقاس اوسع شويه مش ضيق زي البنطلون التاني على اساس ان هو سن محير الحاجه بتكبر بتظهر عليه بسرعه عشان هو ما شاء الله سنه محير زي ما بيقولوا محير كده، فانا عاملاه مقاس ان هو يقعد معاه شويه يعني يقعد معاه حتى للسنه الجايه او حاجه زي كده تمام. وان شاء الله كده اول ما تشوفوه في برضك اوضح وهو لابس ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت لو ليكم طلبات معينه او ليكم عايزين اي حاجه يا ريت تكتبوها في التعليق عشان اعرف ارد عليها والبي الطلبات بتاعتكم.